لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد ما حمده الحامدون وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت. القائل في محكم آياته: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. أشهد أنه محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اعلموا أحبتي في الله أن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته والعمل بقول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. All praise and thanks are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him, we thank Allah azza wa jal. We seek the help and the assistance of Allah subhanahu wa ta'ala. We seek refuge in Allah from our bad deeds and from the evil within our own souls. Anyone has been guided by Allah subhanahu wa ta'ala, there is no one to misguide him. And if anyone has been misguided, he will not be guided back to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, alone, without any partners. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. I also bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam had fulfilled the trust, delivered the message, and he has advised the ummah until death came to him. May the peace and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon him, upon his family, and upon those who follow them in righteousness until the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, which mean, O you who have belief, fear Allah and do not die. Fear Allah the right fear and do not die except in a state of Islam. أحبتي في الله، إن من نعم الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد جعل لها أعمالا خفيفة ولكن أجورها ثقيلة في الميزان يوم القيامة. ومن تلك الأعمال هي ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول عز من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه من نعمة الله أحبتي في الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه سوف يرضيه في أمته. عندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يبكي ويقول: أمتي أمتي، فقال له الله عز وجل: يا جبريل قل له أنا سنرضيه في أمته.
وهذه من أنواع الرضا الذي التي يمن الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها بأعمال خفيفة قليلة صغيرة ولكن أجرها ثقيل على في الميزان يوم القيامة، وذلك إن ابتغي فيها أو بها وجه الله سبحانه وتعالى. My dear respected brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala has given the Ummah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam many bounties that we cannot really count. Among those bounties that Allah subhanahu wa ta'ala has specially given the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is that He has given them the ability to do deeds, good deeds, very light good deeds, small good deeds. It doesn't take much effort, but the reward of it is very heavy on the scale of the Day of Judgment. And that is the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, the remembrance of Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, which means, O you who have believed, remember Allah a great remembrance and glorify Him days and night. It is who, mean Allah subhanahu wa ta'ala, who make a salah on you, meaning have a mercy on you and His angel to take you away from the darkness to the light. And Allah subhanahu wa ta'ala is merciful on the believers. Also Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, which means, and remember me and I will remember you. وَلَا وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ And thank me and do not be ungrateful to me. Also Allah subhanahu wa ta'ala said in this regard to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and to all the believers, recite in which what has Allah subhanahu wa ta'ala has revealed to you from the book and establish salah. Surely salah or prayer prohibit a person from committing any fahsha or evil thing. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ And the remembrance of Allah is much greater. And this is again from the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala on us, the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that with a small deed, very light deeds, it doesn't take much effort to do it, Allah subhanahu wa ta'ala will give us a great reward in dunya and in the akhirah, inshaAllah subhanahu wa ta'ala. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ألا أقول لكم خيرا من ذلك كله قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى فإن تأمل الواحد منا أخوتي في الله أخواتي في الله كيف أنه بحركة بسيطة من لسانك تذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان بالقرآن أو قراءة القرآن أو الصلاة أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو التسبيح أو الاستغفار أو حمد لله سبحانه وتعالى ذلك قد يكون من أهم أو أفضل من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وهذه كما قلت يعني حركة باللسان ممكن أن تفعلها في أي وقت كنت وفي أي مكان كنت ما عدا مكان الخلاء سواء كنت متوضئا أو على غير وضوء قائما جالسا قاعدا متكئا راقدا تستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى وهي عبادة تكون في كل الوقت ولها الأجر العظيم كما قال الله سبحانه وتعالى وكما وضح لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الصحيح في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني انظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عندما تذكره كأنه جليس معك تحادثه ويحادثه وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومنته على أمة محمد ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم إن نحن ذكرنا الله سبحانه وتعالى في أنفسنا تخيل أن الله سبحانه وتعالى يذكرك في نفسه الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق كل شيء ورازقه يذكرك في نفسه وإن أنت ذكرت الله عز وجل بين قوم بين أصحابك في بيتك وتتكلم مع الناس في ذكر الله سبحانه وتعالى الله عز وجل سوف يذكرك في الملأ الأعلى بين الملائكة في عليين
الله يذكر اسمك فلان ابن فلان ذكرني فأنا أذكره فصلوا عليه فيصلون عليك الملائكة أي يدعون لك بالرحمة والمغفرة من الله عز وجل. وهذا كما قلنا من فضل الله سبحانه وتعالى وعظمته أجره على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. My dear respected brothers and sisters in Islam, the Prophet صلى الله عليه وسلم said in regard to the remembrance of Allah سبحانه وتعالى, when he said, should I inform you of the best of your deeds to Allah subhanahu wa ta'ala, to your Lord, and that is increased your darajat, your status in your Jannah, and it is better to you than spending the gold and the silver and the money, and it is better than to meet your enemy and you cut their throats or their necks, and they cut your necks as well. They said, O Rasulullah, yes, tell us. Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Dhikrullah ta'ala, the better thing that is better than doing all these things is to remember to mention Allah subhanahu wa ta'ala. And also the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in a short sentence that مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said the resemblance or the example of those who mention Allah subhanahu wa ta'ala to those who do not mention Allah subhanahu wa ta'ala as the live person and also as the dead person. The one who mentioned Allah Azza wa Jal, his heart is alive. He is alive himself. And on the opposite side, those who do not mention Allah subhanahu wa ta'ala, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, they are as a dead person. Allah Azza wa Jal said in the Hadith al-Qudsi, I am to my servant as he thinks of me, and I am with him when he remembers me. So when he remembers me within himself, I will remember him within myself. And if he remembers me within a group of people, I will remember him with a better group of people. I mean, if you can imagine how Allah subhanahu wa ta'ala mentions you within himself, Allah subhanahu wa ta'ala, the greatest, the one who created everything, yet he mentions you little person, us, all of us, those who mention Allah subhanahu wa ta'ala. And if we mention Allah subhanahu wa ta'ala within a group, Allah subhanahu wa ta'ala said he mentions us or those who mention him in a better group, the angels that is closer to Allah subhanahu wa ta'ala, the closer people, those who carry the arch of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentioned your name, Fulan or such and such, he mentioned my name or he mentioned me in a such a way. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions your name to those angels, to those who carry the arch of Allah subhanahu wa ta'ala, to those who are muqarrabin to Allah azza wa jal, al-mala'u al-a'la. أيضاً أحبتي في الله اعلموا أن في ذكر الله سبحانه وتعالى طمأنينة للقلوب وللنفوس. يقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو كان معك من الملايين، لو كان معك ما لا يعني يقدر على عده وأنت لا تذكر الله سبحانه وتعالى ولا تؤمن بالله عز وجل فإنك تعيس لا شك في الدنيا والآخرة وأنت حزين وفي ضنك دائما. لكن إن أنت ذكرت الله سبحانه وتعالى بغض النظر لديك الأموال أو لديك الأموال فإن الله سبحانه وتعالى سوف يقذف السعادة في قلبك في الدنيا ويجعلك من الفائزين في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم في بعض الذكر الذي يوضح لأمته صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في أنواع الذكر من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أنت تلاحظ الآن أن في هذه الكلمة من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة يعني هذه تأخذ منك 2 أو 3 دقائق. تقولها 100 مرة يضع الله عنك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم
خير خلق الله وأعلم الناس بالله عز وجل وأتقاه الله. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر